للنادي الأهلي، تواجد طاهر محمد طاهر يعني في صفوف النادي الأهلي، هل شغلك المنافسة اللي هتكون قوية في مركزك؟ موجود حسين الشحات، موجود رمضان صبحي، جيرالدو، أجاي ساعات بيلعب في المكان ده، يعني لعيبة كتير، محمود كهربا، أحمد الشيخ، شغلك المنافسة دي اللي هتكون موجودة إن شاء الله في المركز بتاعك؟ لا بالعكس والله، يعني أنا بشوف لما يبقى الفرقة فيها أكتر من لعيب في نفس المركز دي بتبقى يعني بتدي نوع من الأريحية للمدرب لما يكون عنده لعيبة كتيرة بمستوى عالي زي اللعيبة المتواجدة في نادي الأهلي. فدي طبعا يعني دي حاجة تساعد المدرب، بالعكس يعني بيكون في منافسة، بس هي منافسة يعني بحب، يعني مش منافسة بكره أو بكون مثلا مش عايز الخير، كل مصلحة الفريق، كل مصلحة الفريق في الآخر. وفي يعني جاية كرة يعني كل يعني كله هيلعب في الآخر، يعني مش فيش مثلا حد بيبقى حاجز مكانه أو حاجة، وهو بيبقى فكر مدرب برضه، يعني لو هو شايف إن مثلا الماتش ده محتاج ده، فده يعني بيبقى الفكر بتاع المدرب في المباراة دي. فبالعكس انا شايف دي حاجه بتقوي الفريق، يعني لما يكون في اكتر من عنصر في المكان الواحد دي بتبقى حاجه يعني كويسه في الفرقه.